يتحرك الشعب. أنا أقول لك وإحنا بالعراق وضعنا قلق، قد نشهد احتجاجات، قد نشهد تظاهرات. لهذا قلت لك أنا يعني سيد السداني أنطى رؤوس أقلام لكنها مهمة، لكن شنو الفائدة؟ فسرت بغير تفسير وأولت بغير تأويل. واقع العراق القادم هو ليس بجيد، اولا لانه القوى السياسيه فيما بينها، شوف هسه انا اقول لك احنا هسه انا وانت محروق قلبنا والمواطن، لكن هم هسه ويش داخلين؟ خذها من اخوك حكايه، داخلين شلون يغيرون قانون الانتخابات بحيث تستفاد به الكتله فلان او الكتله فلانيه، داخلين وحتى بعد يعني حتى بعد ما بعد الولاده المتعسره والعمليه الكبرى وانجبنا رئيس البرلمان ايضا ما تحقق شيء، لا تزال الخلاف موجود ويسعون فقط لما يفيدهم، يعني ما يفكرون بمستقبل العراق، ما حد يجي يفكر انه اني بعد 10 سنوات شو يصير بينا. بس العراقيين ينجبون 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 رئيس عمره 77 سنه. ايوه هذا مواليد 46 استاذ الفاضل، يعني هذا الرجل يمكن 78 سنه 76 سنه. لكن شوف كلامه وشوف رزانته وشوف افكاره، يعني هذا ما ياسس لنفسه، هسه هو هاي الفلوس اللي راح يحلبنا بيها ويحلب الخليج، لا تصور تروح الحساب الخاص. استاذ علي انت شفت الحمله الانتخابيه منه؟ لازمه ايلون ماسك، يعني نعم. ورا فوزه حقق 29 مليار ما اعرف رقم زين، أنا أغنى رجل بالعالم لازم الحملة الانتخابية. البارحة حكيتها، مو البارحة لا والله، يوم الأربعاء حكيتها، قلت لهم يعني شوف الفرق، إنه أكو إحنا عندنا بطانيات وماعين تمن عليها فخذ. إي والله وعد، إي والله وعد بتعيين هنا لازمة أبو الذكاء الاصطناعي وأبو ميتا وأبو تويتر. ف أكو فرق سرعات بالموضوع. على قولتك هسه من راجع، هو ترى ما هو هو كرجل رجل اعمال ما محتاجها، واللي لازمه ما محتاج انه يصرف هالقد، مع العلم انه الديمقراطي صرف اكثر، يعني مشاهير والاغنياء اللي صرفوا، فهالانتخابات انصرف بيها مليارات، يعني صرف بيها نورين زهير. صح. شوف سيدي، رؤساء الغرب يبحثون عن التاريخ، هذا يريد التاريخ يسجل له حتى الاجيال تقرا، ورؤسائنا يبحثون عن المال، وفرق بين اللي يبحث عن تاريخه وبين اللي يبحث يأسس التاريخ واللي يأسس المال. المال زائل بزوال الشخص، بل تبقى الأنباء تحدث بأن فلان سرق وبأن فلان حول كذا مبالغ وبأن فلان سعى إلى أن يكون الشعب فقير. لكن اليوم تراب أنا متأكد هاي دورته راح يتغير 360 درجة. أولا راح يسعى لإسعاد شعبه، يحاول أن يجعل الأمريكيين لا يندمون على انتخابه، يحاول أن يوصل لهم لفكرة، وهذا واضح يعني اقتصاديا واضح، من بدأ يفرض ضرائب على المنتوجات الصينية وعلى الشركات الأجنبية وبدأ يحاول أن يخفف هاي، فالطريقة راح تكون جدا قريبة، لأنه المواطن هو مواطن سواء كان بالعراق أو بأمريكا، يحاول أن يحقق لنفسه جزء من ما وعد به، وعدت به دستوره ودولته. لكن انت شوف انظر للعراق اليوم، احنا كل سنه تزداد الضرائب عندنا، كل سنه تزداد مضايقات. اليوم تروح لك الدائره مرور يدقون سيارتك تطلع لك عليها مليون مليونين، تروح لك الدائره يشلحوك، تروح لك المؤسسه الصحيه صارت الدخول، هاي كلها مفرزات او مخرجات هي سلبيه ليست ايجابيه. مع العلم مقومات نجاحنا احنا بامكاننا ان نحقق اقتصاد جيد، بامكاننا ان نحقق واردات جيده، لكن لانه الفساد كثر، وبدليل لذلك انا اليوم اشوف انا وانت يجوز ونتحسس من انه بايدن العفو ترامب ايش راح يسوي؟ بايش يفكر؟ بس لا انا متاكد هسه اكو بالطرف الاخر جماعه يقول لك يابا خلينا نسويها تحزم وخذ لك سهم.